بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول تحديث لمحور دوران الأرض وإمالته، وهذا التحديث صدر يوم 2/8. فكما يظهر لنا في المخطط البياني فإن الانحراف للخارج مستمر وبشدة أكثر من آخر تحديث تحدثنا عنه في فيديو سابق مؤخرا، وذلك بشكل كبير، وهذا دليل على الاقتراب المتزايد للطارق نيبيرو من الأرض، وخصوصا أننا في المحاذاة الأمامية لأقرب نقطة مدارية. فلم يسبق لأن سجل إمالة المحور، محور الدوران، هذا البعد من عن المحور الصفري له، والذي لا يزال مستمرا إلى المجهول. فكما نرى فالابتعاد لا زال مستمرا، وهذا البعد نتوقع معه زيادة في الزلازل والنشاط البركاني، وذلك بالتوازي مع الطقس المتطرف الذي سيزداد أيضا. وإذا نظرنا إلى الرسم البياني فكأنما ننظر إلى الأرض في دورانها من الأعلى، وكل خط يعبر عن سنة ما من تذبذب هذا المحور أو محور الأرض، وهو يوضح لنا مدى الانجراف والتذبذب الحاصل في محور الدوران الذي ابتدأ من سنة 2014، حيث أن سنة 2013 تعتبر عادية إلى حد كبير. وبدءا منها بدأ الابتعاد بشكل أكبر، وخصوصا في سنة 2021 التي هي في المخطط البياني باللون البني. أما هذا العام وخصوصا في الشهرين الأخيرين، حيث تجاوز الابتعاد كل السنوات الأولى، ولا زال مستمرا في الانزياح بعيدا إلى المجهول. للعلم أن هذه البيانات مأخوذة من مركز EARS التابع لمرصد باريس، وهذا كما قلت دليل على القوة الكهرومغناطيسية لزائر القادم، بأنها بدأت تقترب وبأن هناك اقتراب كتلي. حين نتحدث عن الاقتراب الكتلي لا نقول أنه تجاوز المدار المطلوب، فهو لا يزال وراء مدار المشتري فقط للعلم، إلا أن قوتها الكهرومغناطيسية وتأثير قوته الكهرومغناطيسية هو في ازدياد، وخصوصا أن الانجراف إلى الخارج يصل إلى أقصى حد حتى الآن. وحتى لو قرناه بالأسبوع الماضي فقط فقد زاد بشدة وبكثير. وكما أقول دائما، هذا هو أكبر الأدلة على وجود دخيل كهرومغناطيسي عالي الشدة يسحب ارتحال الحقل الأرضي نحو جهة معينة دون الأخرى. لو عرضنا هذه الصورة على هيئات الطقس والفضاء فلن يجيبوا إجابة صحيحة إلا إذا اعترفوا صراحة بذلك المنبع الدخيل المقترب، أو سينسبوا كل ما يجري للعواصف الشمسية كما اعتادوا كحجة واهية لإسكات الناس، ولكن بئس الإجابة. الإطباق الكهرومغناطيسي الشديد على حقل الأرض يعمل على تذبذب في عزل محور دوران الأرض، وهذا ما اعترفوا به، حيث قالوا أنه هناك أجزاء من الثانية تنقص من 24 ساعة، لكننا نظن أو نعتقد أن الأمر أكبر من ذلك، مما اعترفوا به. التفاوت التقلي وتغير تصارع محور الأرض سيؤثر سلبا على كل مناحي الحياة، وصولا لنظم تحديد المواقع والأقمار الاصطناعية،
وسنلاحظ هذا بشكل أكبر اعتبارا من دخولنا للخطوط خطوط الأرض الأضعف. فبوصولنا إلى النقطة 40 درجة سنلاحظ مدى التأثير على كما قلت على نظم تحديد المواقع وعلى الأقمار الاصطناعية وعلى الاتصالات بشكل عام. أما التشوهات الأرضية وما يجول في غلافنا الكهرومغناطيسي فدائمة فحدث ولا حرج، التشوهات أصبحت دائمة ومعتادة ولا تتغير، لا يعود هناك أي توقيت لاستراحة الأرض. وكما أقول دائما فإننا نعيش أسوأ سنوات الأرض، فالنزاعات كما ترون الآن في تايوان والاحتكاك في أوجه بين القوتين العظميين، فلم يسبق أن حصل تقارب ومشاحنات بين القوتين العظميين منذ الحرب الباردة، والعالم الآن على شفا جرف، فالبشرية تعيش المرحلة الأشد خطورة. نحن في سنوات الكرب العظيم من جميع النواحي، فكما ترون سياسيا هناك صراعات في العديد من البقاع، من بقاع العالم. اقتصاديا تضخم وغلاء الأسعار وارتفاع جميع أسعار جميع المواد. صحيا انتشار الفيروسات حتى لو كانت مصنعة، المهم. مناخيا حرائق غابات في جميع الأقطار، فيضانات تغرق مدنا ودول. ولا ينقص الآن ينقصنا معتوه يطلق الرصاصة الأولى لتبدأ الإبادة النووية، والتي أظنها ستبدأ مع الانهيار الاقتصادي أو انهيار الدولار الأمريكي وجذبه لجميع العملات، والذي نعتبر أنه قريب جدا. وبعده ستبدأ سلسلة طويلة من المصائب فيها حرب نووية وما إلى ذلك، لكي يصلوا إلى النظام العالمي الجديد الذي ستقوده الله أعلم الصين إن تبقى منها شيء. لكن لا الصين لا أمريكا، أحلاهما مر، لكن نستطيع أن نقول أن الأحلى هي أمريكا رغم أنها أمر، لأن هي الأقل ضررا من الصين، فالصين هم المغول الجدد، وإذا حكموا العالم فصلي عليه صلاة الجنازة، هم لا يعرفون إلا ولا ذمة حتى في الأكل، لا حرام ولا حلال، لا يوجد لا حرام ولا حلال، كل ما يدب على الأرض يأكلونه، يأكلون القطط والكلاب والحمير وحتى البشر إذا اقتضى الحال. فالصين أشد إفسادا من أمريكا بقليل، لكن الأحداث حين تبدأ ستتصارع وبقوة، وأظن أنها لن تطول، ونحن متتبعون لها على القناة الاحتياطية لمن أراد وأحب الاطلاع، وسأضع لكم رابطها بأول تعليق متبث. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.